صعوبة الانسحاب من دوري الجمهورية للناشئين. ده بالنسبة لي خبر غريب شوية، أو خبر أنا ما أحبوش إن أنا أشوف فيه خصم على الأندية اللي تنسحب من بطولات الجمهورية للناشئين ويتم تغريم الأندية 10,000 جنيه. طيب ما أنا أشوف السبب إيه، سبب الانسحاب. سبب الانسحاب النهاردة بدل ما أوقع على الأندية 10,000 جنيه النهاردة، طب ما أدرس أخاطب الأندية. يعني النهاردة عندي نادي زي أسوان، نادي أسوان من الأندية الممثلة للصعيد، الصعيد ما شاء الله مليء بالمواهب، أسوان عندها مواهب فعلا. النهاردة بدل ما أفرض 10,000 جنيه غرامة على نادي أسوان، طب ما أدرس الأسباب. النهاردة أكيد التكلفة الزيادة والنفقات الزيادة والسفر والقطورات اللي بيسافروا بيها والحجوزات، ده أكيد عبء كبير على الأندية. النهاردة دور اتحاد الكورة لازم يساعد الأندية دي. النهاردة انسحب من دوري 2001 أسوان قبل المشاركة أو قبل إعلان أسماء الفرق المشاركة، فدوري النهاردة 2001 من 17 فريق. 2003 انسحب المصري بسبب التكلفة المالية أيضا. النهاردة في بطولة 2004 انسحب أسوان، انسحب المصري الاتحاد السكندري، طلع الجيش أوف سي ما عندهمش ناشئين في 2004. فكان من الأولى النهاردة بدل ما يتم فرض غرامة 10,000 جنيه على الأندية، كنت أتمنى يكون في دراسة أو مساعدة من قبل اتحاد الكورة لهذه الأندية.